كان مستوى ظهرنا اليوم بشكل كويس في اول مباراه. انت عارف ان المباراه الافتتاحيه دائما تكون صعبه، لها طابع خاص غير عن كل المباريات. اليوم دخلنا المباراه يعني للامانه احنا كنا عاقدين على العزم اننا نفوز. ظهرنا ممكن في الشوط الاول بشكل مخجل نوعا ما، لكن الشوط الثاني قدرنا ان احنا نتقدم وقدرنا نهدد المنتخب الصيني في اكثر من كوره، ولكن الله ما اراد. هدفهم تسديده يعني ارتدت عكسيه في نواف ودخلت هدف، فما اتوقع انه لهم شيء في المباراه اساسا. يعني هل يعني التغيير اللي صار بين الشوط الاول والشوط الثاني ايش اسبابه؟ هل هي اسباب نفسيه ام تكتيكيه؟ لا انا اقدر اقول انها تكتيكيه. يعني انت ما تقدر تخش يعني تلعب مع منتخب زي المنتخب الصيني، منتخب له سمعته وله وضعه في القاره الاسيويه ومتاهل ترى كافضل ثالث فرق الاهداف. يعني انت اليوم لما تتكلم عن المنتخب الصيني ايضا لازم تتكلم عن المنتخب السعودي بطل اسيا ثلاث مرات. طبعا المنتخب السعودي يعني غني على التاريخ، يعني لا سعيد ولا اللي احسن من سعيد ولا اللي اقل من سعيد راح اتكلم عن المنتخب السعودي. المنتخب السعودي صاحب جولات يعني الكل في اسيا يحترمه. اوكي في مشككين، في ناس يعني تغيرت فكرتهم عن المنتخب السعودي، ولكن البطل يظل بطل. يعني على قولهم الكبير يمرض ولا يموت. والله ما ادري صراحه، ما ادري وش اعبر وش اقول، بس ان شاء الله نقول نقدر نعوض ان شاء الله. يعني قدامنا الامل، يعني ما فقدنا الامل، يعني قدامنا مبارتين نفوز فيها نتاهل بغض النظر عن كل شيء. لكن القادم اصعب. لا بالعكس، يعني انت تتكلم عن مباريات كره القدم، يعني ما في شيء صعب صراحه. يعني اليوم يعني قدمنا، حاولنا، ما حالفنا التوفيق، فان شاء الله يعني نعوض المباراه الجايه باذن الله. عمر، شو اللي تغير في المنتخب السعودي بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ الشوط الاول لم نشاهد ولا هجمه للاخضر عكس الشوط الثاني. انا معاك في النقطه دي. الشوط الاول صراحه ما هاجمنا، ما وصلنا باب الخصم. الشوط الثاني يعني تحررنا شوي، وصلنا ضيعنا ضربه جزاء، وانا يعني اعتقد لو ان جت ضربه الجزاء يعني راح تغير شيء كثير صراحه. بس الحمد لله يعني هذه جزئيات بسيطه هي اللي استفاد منها المنتخب الصيني وفاز علينا يعني.